وفي ذات السياق أكدت الأستاذة نور جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت أن التاريخ شاهد على ارتباط ملوك الحضارات باللؤلؤ البحريني وتواجده الملحوظ في مناسبات العائلة الملكة في بريطانيا. لطالما عهدنا وجود اللؤلؤ البحريني في مناسبات العائلة المالكة في بريطانيا، والتاريخ شاهد على ارتباط الحضارات وملوك الحضارات باللؤلؤ الطبيعي واللؤلؤ البحريني على وجه التحديد. والسبب في ذلك أن اللؤلؤ الطبيعي من قبل 100 سنة كان هو الحجر الثمين الأساسي الذي يتم استخدامه في صناعة الحلي الملكية. أما بخصوص صراحة اللؤلؤ البحريني والحلق اللؤلؤ البحريني اللي ارتدته الأميرة كاثرين في احتفالات تتويج الملك تشارلز، فقصة اللؤلؤ أن الأمير الراحل سلمان بن حمد آل خليفة أمير البحرين في ذلك الوقت أهدى الملكة إليزابيث 7 لؤلؤات بمناسبة زواجها من الأمير فيليب في 1947، والملكة استخدمت لؤلؤتين وصنعتهم في الحلق اللي شفناهم لابستها الأميرة كاثرين.